انا الاخوان عشاق الطفرة في البادجي. انتم الاخوان اللي كيسولونا واش ما كاينش البيروس في السوق؟ ها هو البيروس موجود الحمد لله. صلي شري. انتم الاخوان كيسه ديال الفول بادي، كاين كيسه ديال رينبو اللهم بارك، كيسه ديال لوتينو البينو اللهم بارك. ما خصوش حاجه، راه كلشي موجود هنا الاخوان. صابنا ميك يزعموا يتقدر الثمن كاين في المتناول ديال الاخوان. بالنسبه للاثمنه اللي عندك هنا الريمبو 50 درهم. هانتوما الاخوان شبيتو باقي كما كتسمعوا الريمبو 50 درهم، راه صافي ما بقى باقي ما يتقاد. ها اللي ما بغى يتولع الله يلا. بالنسبه للاخرين لوطين ولا البيو، البيو واللوطين 30 درهم بحال بحال. هانتوما الاخوان اللهم بارك كما كتشوفوا الوينات كيسات الله يسر. المهم بالنسبه للتليفون ديالك 06 61 30 38 56. الله يسر الامور للجميع. هانتوما الاخوان عيشه درويش قالي بعيدا عن التشويش هذه دايره 23. وتحيه مره اخرى خونا عادل مدينه الرباط، وتحيه عادل مدينه الدار البيضاء خونا ايوب. الله يسر الامور خونا عثمان والياس، الله يسر لك الامور. تحياتي للاخوان. انا الاخوان اللهم بارك مره اخرى كنتوجه هنا في سوق الطير باكادير عند خونا رشيد احسن مولوع عندنا هنا في الطوائر بيا الطائر كالبسيط اللهم بارك. بالنسبه خويا رشيد هذا الشنيبر هذا ياك هنا ديال هذا الشنابر ديال ايزابيل، هذيك اللي من ايزابيل هذيك ولا حبش بيرلي هذيك اللهم بارك. وبالنسبه لهاد اللوطي نوعين حمراء الشنيبرات 250 درهم الواحد، وبالنسبه للاخرى حتى هي بحال بحال. انتم الاخوان كما كتشوفوا الكياس نقي اللهم بارك، ما خصو شي حاجه. راه كما العاده راه الاخ رشيد راه كيشكرك الاخوان اللي صيفطي لهم السلعه ديالهم. راه اللي نصوروا السلعه اخرى اللهم بارك. هذه مبيوعه السلعه، هاد السلعه دايره مبيوعه للسيد الله يسر ليه الامور. وديجا راه الاخ رشيد راه تقدا عند الناس وصيفطنا ليه السلعه ديالو والرباط في مدينه العيون والله يسر ليه الامور. الله يحفظك الدستي راه. بالنسبه للبادجي شحال كتقول هنا؟ العادي 30 درهم كرونتاي فرونتاي شحال؟ 100 درهم الاخوان كما كتشوفوا. بالنسبه للكياسات راهي باينه هي اللهم بارك. واللي خصو شي حاجه راه غيتواصل مع الاخ رشيد على الخاص. فين التليفون ديالك السي رشيد؟ 06 06 06 95 95 92. الله يسر لك الامور السي رشيد. تحياتي مرحبا. هاني الله يا ودي مرحبا الاخوان كما كتشاهدوا معنا اللهم بارك. عشاق طفرات الالبينو كما كتشاهدونا اخونا سيف الدين ياسر اللهم بارك. هذا شنو براه اخي سيف الدين؟ يا خويا شنو براه؟ عين حمراء الله يسر ليه الامور فيهم. بالنسبه للاثمنه شحال كتقول؟ هذا اخويا تنقول فيه 600 درهم. 600 درهم اللي بغاو جمله اللي بغا جمله راه غادي تفهم مع قابل للتفاوض. الله يسر لك الامور اخي. بالنسبه للهاتف اللي خاصو شي حاجه تواصل مع الهاتف ديالك يعني خاصو شي حاجه غادي الله يهديك. اللي غرق حاجه ولا شتا انا الاخوان مره اخرى مع الطفرات ديال كالوبسيت كما كنشوفوا السلعه نقيه اللهم بارك. بالنسبه لنا بياسه ديال لوتينو عين حمراء اللهم بارك، واحد بياسه ديال بيرليا. بالنسبه للاثمنه سي اسماعيل شحال كتقولوا لنا؟ 220. بالنسبه لهذي بيرليا شحال؟ 170 درهم الاخوان كما كتشاهدوا بياسه راه ما شاء اللهم بارك، بياسه راه نقيين. بالنسبه للهاتف ديالك اسي اسماعيل خصو شي حاجه راه يتواصل معكم. 06 61 64 62 92 96 في الاخر الاخوان كما سمعتوا الله يسر لك الامور. وبالنسبه للعشاق هوغو انتم الاخوان كما كتشوفوا واحد الكوبل هنا اللهم بارك. هذه يلاه كتوجيات واجدين اللهم بارك الاخوان. بالنسبه للثمن شحال كتقول سي رامي؟ شحال؟ 400 درهم الاخوان اللهم بارك. وبالنسبه للدوخه ديال وبالنسبة لهذا رامي كوبرا ديالك كوبرا ديال فاس بلاص واجدين هادو اللهم بارك. بالنسبة للثمن شحال كتقول؟ شحال؟ 800 درهم اللهم بارك الاخوان كما سمعتوا الثمن 800 درهم. وبالنسبة للهاتف ديالك اسي رامي 06 64 زيد 913 917. الله يسر لك الامور. اللي خصو شي حاجه يتواصل معك على الخاص. بالنسبة لعشاق الوطواط هنا عند الاخ عبد الله. بالنسبة لسي عبد الله الوطواط هذا شحال دار في قبل؟ 3 شهور اللهم بارك. بالنسبة للثمن ديالو 70 درهم الاخوان كما كتسمع الثمن في المتناول اللهم بارك. وبالنسبة لهنا بان ليا واحد هذيك الماكينة باش كينقيو الزوان هادي ياك؟ الغربال ديال الزوان. انتم الاخوان اللهم بارك كما كتشاهدوا ياسا اللي خاصو انتم اللهم بارك كما كتشوفوا الناس بالنسبة اللي كتعاني من الزوان كيطيح لهم في المجورة. انا الاخوان هنا كيخرج الزوان كتلاحظ
من هنا كيتلاح الزبل ياك ديال الزوار ياك من هنا وهنا كيتغربل وانتم الاخوان كيجي الزبل كيخرج من هاد الجهه ياك كيبقى الزوار هذه بالنسبه للثمن ديالها شحال كيقولوا 300 درهم الاخوان اللهم بارك الله يسر لهم اللي خصو راه غادي يتواصل مع سي عبد الله الخاص وبالنسبه لهذاك هذا الفيشر هذا الشريبرات هذا ديال الروز شحال دايرين عندكم هنا 300 درهم الاخوان اللهم بارك الثمن كما كتسمعوا 150 بيسه وبالنسبه للوطواط اخر هذا ياك 70 درهم حتى هو ياك اللهم بارك الاخوان وبالنسبه لنا العشاق طائر النعار الطنجران انتم الاخوان اللهم بارك بالنسبه لهذا لوبيا شحال دايرين عندكم هنا 30 درهم الاخوان وبالنسبه للعصفور حتى هو الناس كلشي كلشي اللي كاين 30 درهم كما كتشوفوا الاخوان جميع الطيور اللي هنا والله يسر لكم الامور بالنسبه للهاتف ديالك سي عبد الله 06 67 27 12 38 والله يسر لكم الامور هذا سي انا الاخ والله ما بارك عشاق المقنين كما كتشاهد انا شي بياسه بالنسبه هنا الطائر النعار عند الطرنجه كما كنقولوا باللغه العربيه اللوبيات شحال دايرين هاد اللوبيات عند الدار القريب ديالي 30 درهم كما سمعت الاخ والله ما بارك وبالنسبه للمقنين هنا شحال عندك؟ المقنين هادو كنخويا 50 درهم متاوي هادو ياك شحال الثمن؟ 50 درهم اللهم بارك بالنسبه اللي خصو شي حاجه تواصل معاك عطينا التليفون اخرج 06 96 24 42 92 الله يسر لك الامور وحده وعيش يا درويش ياك اه بالنسبه للعشاق انتم الاخوان عشاق طائر الكنار انا شي بياسه في اورنج اللهم بارك بالنسبه للوينات راه زوينين البيوض بالنسبه لنا الثمن شحال كتقول يا اخوان شحال كل واحد الثمن بالنسبه لك ديال الاورنج 120 بالنسبه للبيضين 150 هانتوما الاخوان كيما سمعتوا اللهم بارك من اللي كاينه في السوق وانا بالنسبه للعشاق الطفرات ديال الكالوبسي تاع الاخوان كيما كتشاهدوا معنا انا واحد الكوبل هنا 19 اللهم بارك عند خونا العبديه ادريس الناس ديال بيكره بالنسبه للثمن ديال هاد الكوبل شحال كتقول انت؟ والله قول الثمن سمعتك هذيك اصاحبي شحال كتطب ها 600 درهم عندهم الاخوان كيما سمعتوا كوبلا 600 درهم اللي خصو شي حاجه راه يتواصل معاه وبالنسبه للبيروشات شحال كتقول هنا؟ 50 درهم البياسه ياك عندهم الاخوان بالنسبه للبيروش كيما كتشاهدوا هنا راه فيهم الرينبو فول فاضي اللهم بارك وبالنسبه للهاتف ديالك عطينا التليفون اللي بغا شي حاجه يتواصل معاك على حساب هذه الكوبلا هذه 076 05 56 بابل زيرو الله يسر لك الامور ودس انا الاخوان بالنسبه للاخوان العشاق ديال الصناديق ديال الطيور اللي كيقلب يصوب السنيد قاد هنا كما كتشاهدوا معنا شي سناد هنا راه مصوبين من العود المليح اللاطي اللهم بارك الاخوان كما كتشاهدوا في الخدمه راه نقيه اللهم بارك واللي خصو شي حاجه خلينا وده خويا حكيم باش يعرفوا الناس الخدمه ديالك كي دايره اللهم بارك عندهم كما كتشوفوا سنيد قاد العود راه باللاطي حاجه غارانتي الصح والعمل وبالنسبه للاثمنه هادو شحال كتقول فيهم حكيم 45 درهم هانتوما الاخوان هادو ديال بالنسبه للفيشير هادو ياك لي زان سي بارابل هانتوما الاخوان بالنسبه لي زان سي كتصوب ديال كالوبسي حتى هما اي حاجه اللي خصو شي حاجه راه يتصوبها لي هانتوما كما كتشوفوا ونفس العود ياك هانتوما الاخوان كما كتشوف كما قلت لكم راه العود راه ديال معقول لاطي وحاجه نقيه الله يسر الامور بالنسبه للهاتف ديالك السي حكيم 06 17 33 15 40 الله يسر الامور انتم الاخوان اللي خصو شي حاجه راه خدمه كيخدم نقيه الله يسر له الامور الله يحفظك انا اخوان بالنسبه للعشاق الكالوبسيت انتم كما كتشوفوا هذه الكوبله ديال لوتينو عين حمراء ياك هذو ياك اللهم بارك على الاخوان كما كتشوف كيف تضرب المستوى بالنسبه للثمن ديال هذو فيها 500 درهم الكوبله ياك وبلا قفز بلا قفز كلشي 500 درهم بلا قفز كلشي هانتوما الاخوان يلاه اللي خصها الكوبلة هادي ديال لوتينو عين حمراء بلا قفز ديالها بالمسائل ديالها هانتوما كيما كتشاهدوا معنا هنا اللهم بارك وبالنسبة لهاد الكوبلة هادي ديال الفيشير هادا 500 درهم بلا قفز ديالها هانتوما الاخوان بالنسبة للناس الله كيما كيقولوا الهاوتة اليوم راه كاينة في السوق اللهم بارك هي اللي كاينة الحمد لله راه بالنسبة للثمن هذا اللهم بارك منين الهاتف ديالك باقي نخويرا اخرين اييه انا نكملوا الاخوان مع اخونا انا والله وبالنسبه لهاد الكوبله هادي اللهم بارك حتى هي فيها
البيض هادو وإيزابيل اللهم بارك. عندها خمسة هاد البيضات. غادي عندها خمسة هاد البيضات. القفز ديالها تنقول فيها 600. وبالقفز ديالها الإخوان كما كتشوفوا ها هي راه بالقفز ديالها بالسنيبيقة ديالها كلشي اللهم بارك شحال حتى هي؟ 600 درهم اللهم بارك. هانتوما الإخوان كما كتشوفوا بالنسبة لهاد لاكاج هذا فيه تويرات فيه كوبري هادي ديال فيشر ياك. ايه فيشر هما هادوك اللهم بارك. الله يستر اللهم كوبرات هادي خدامة هادي كوبري ديجا خدامة بالنسبة للثمن ديالها 600 درهم القفز كلشي 600 درهم. هانتوما كيما كتسمع لي خويا القفز ديال سيباراسيون بالصندوق اللهم بارك والكوبلا 600 درهم ياك. الا خصو شي حاجة راه يتواصل مع الاخ عطينا الهاتف ديالك 06 79 51 76 54 الله يسر لك الامور. خصو شي حاجة راه غيتواصل معك الله خاص الله يسر الامور. احياتي هداية هاني الله جيتي انا الاخوه كما كتشاهدوا معنا واحد الفلوغر صغير مدينه اكادير ادم فلوغ مدينه اكادير نشجعوه نحيوا عيشه درويشو بعيدا عن التشويش. الله يحفظك خير صالح خويا ياسي هانيا انا الاخوه اللهم بارك عشاق طفرات ديال السيوما. انتم كما كتشوفوا واحد السيوما بيض في البيض العوينات الزرقين اللهم بارك. بالنسبه هذا شحال في عمره؟ تقريبا شي شهرين شهرين اللهم بارك. وبالنسبة هذا تكير ياك؟ تكير الاخوة. بالنسبة للثمن ديالو 150. اشوف فينا يشوفوك المشاهدين باش تباع شحال قلتي؟ 150 درهم. 150 درهم الاخوة اللي خصو يتواصل معك عطينا التليفون ديالك. اييه 06 99 99 55 55 70 70 50 50 الله يسر لك الامور. انتم الاخوان عشاق طفرات الحمام انتم عشاق الحمام الزاجي اللهم بارك الاخوان كما كتشوفوا شي حميمات الله يسر المولاهم فيهم. انتم كتشوفوا بالنسبه اللي راه في عندك انا نقول للاخوان باش يتعرفوا على بداو من هذا لاهور. سميتو لاهور؟ لاهور. اه بالنسبه لذاك اللي حدا من العين البخاري. سميتو البخاري؟ البخاري. اللهم بارك الاخوان سمعنا 600 درهم ما عمرنا سمعنا 600 درهم حنا ممكن خويا جاب. وبالنسبة لهاد السياسة هادي؟ هذا فرح ديال الكاري. فرح ديال الكاري. وبالنسبة لهاد الآخر هذا حتى هو البخاري. البخاري في الحل اللهم بارك. بالنسبة لك السياسة هادي حتى هي الله هو هادي كوفرة هادي ياك. بالنسبة للأثمنة هنا شحال كتقول؟ هاد الفرح ديال الكاري 150 درهم. هاد الفرح هذا 150 درهم الإخوان فيما سمعتو. بالنسبة لهاد البخاري؟ البخاري 500 درهم. 500 درهم الكوفلة. وبالنسبة لهاد الآخر قلتي؟ 250 درهم. 250 درهم حتى هما الكوفلة اللهم بارك. بالنسبة لهنا اللي راه فينا كاين هذاك ساكسبي. هذا سميتو ساكسبي. ساكسبي اللهم بارك زويجه هذيك ياك. بالنسبه للكوبري شحال؟ 500 درهم. وبالنسبه لك الكاس هذيك رقم ثلاثه هذيك المولمنز. هانتوما الاخوان كيما كنشوفوا الزويج المولمنز بالنسبه للثمن ديالها شحال؟ 58 درهم. 150 درهم الكوبري هذي ياك. هذا هو التفكير ديالها هذي اللهم بارك. بالنسبه لك الكاس هذيك رقم وحده؟ خينيسي هذيك ياك اللهم بارك الاخوان. بالنسبه للشقه الخينيسي بالنسبه للثمن ديالها شحال؟ 150 درهم الاخوان اللهم بارك. انتم عشاق الحمام الزاجي كيما كتسولوا على الطفرات ها هما. وبالنسبه لهذا الكالوبسيت هنا بخير هذا اللهم بارك. انتم الكالوبسيت كاين شنابر هنا كاين كوبلات كاين شنابر والكوبلات. بالنسبه لذاك الكتير اللي كلشي نفس الثمن ولا وكاين ما بالي هناك واحد الفاس بلونش. بالنسبه لشحال كتقول انت الثمن هنا؟ الثمن 500 درهم الكوبلة. 500 درهم الثمن كوبلة جملات كلشي بحال كاين الصغار كاين الكبار. الصغار 200 درهم. الصغار 200 درهم الاخوان كما كتسمعوا ام كما قال الثمن راه قابل للتفاوض. بالنسبة للهاتف ديالك اللي خصو شي حاجة يتواصل معك بالنسبة لهذا. التليفون 06 61 22 46 الله يسر الامور للجميع. اللي خصو شي حاجة راه يتواصل معك. شكرا على الوقت اللي عديتينا الاخ. انا الاخوة اللهم بارك عشاق المقنين انتم كما كتشاهدوا حنا باقي كما قلت لكم صور التطويرات اليوم تسوق. بالنسبة لهذا المقنين هذا شحال داير هذا التكير هذا؟ 200 درهم. شحال؟ 200 درهم. شحال دار في لاكاج؟ 3 شهور. 3 شهور اللهم بارك. بالنسبة لهذا حتى هو الثمن؟ 300 درهم. انتم الاخوان كما كتشوفوا كيسات راه باينين مزوينين لاكاج اللهم بارك
خصو شي حاجه راه كيما قلت لكم غادي يتواصل مع الاخ ياسين معكينات ياك سياسي باقي كنعقل على السيد مرحبا اخرى تخلط علينا كنعررهم في هذا السوق الله يحفظك بالنسبه للبياسه ديال الكانر هذه هذه شنو هو هذه 100 درهم يا اخوان اللهم بارك اللوين اللي فيها الله يسر الامور المولاه وبالنسبه لهذا الطوير هذا هذا 300 شحال 300 درهم يا اخوان اللهم شحال ضرب هذا في القفص هذا عام اللهم بارك باين لي بالنسبه لهذا كل شيء تسمعه حتى هادو اللي هنا انتم يا اخوان اللهم بارك في ياسر كي دايرين بالنسبه للناس اللي كتقلب على طويرات مزونين ها هما الاخوان بالنسبه للخلويات السعر كيكون شويه ريسك اللهم زيد شويه في الثمن ودي طوير ناضي بالنسبه لهذا اللي وقفي هذا حتى هو هذا قديم 50 درهم شحال عندك في لاكاز هذا شهرين شهرين الاخوان كما كتسمعوا اللهم بارك خويا ياسين راه الكلمه اللي كيقول هي اللي كاينه على الناس الاصداقيه في السوق اللهم بارك الله يسر ليه الامور بالنسبه لشي طويرات اخرين كما ياسين انا الاخوة كما كتشد واحد الطوير انا اللهم بارك هذا راه عندي فيه الكلام كما كيقول خونا ياسين الله يسر وباقي في الرزق يا كاسي يقول لي هذا هو اللي تنسى السوق السيمانه اللي فاتو ولقى انهم الاخوة كما شتو السيد هذا راه نسى الطوير هذا الاسبوع اللي فات يا والله لقى عندي واحد اخ صديق ديالو الله يسر ليه الامور بالنسبه للثمن ديال هذا شحال هذا 400 درهم ياك الله يسر لك الامور بالنسبه لهذا اللي هنا هذا 300 هذا شحال عنده في القفز 3 شهور اللهم بارك عندهم الاخوان كما كتشوفوا الله يسر ليه الامور بالنسبه للهاتف ديالك سياسي 06 55 51 87 90 70 في الاخر الله يسر لك الامور يا سي خصك شي حاجه راه يتواصل معك على الخاص مرحبا انا الاخوان بالنسبه للعشاق طائر الكانرا انتم شي سياسه انا اللهم بارك ديال بورتو الفايو والفايو اللهم بارك بالنسبه لك البياسه ديال الفايو انت والله ذكر ماشي وهذيك اللهم بالنسبه للثمن شحال وصل هي وذكر ياك عندك حتى الخير هو هذا اللي طلع لنا هي شحال هذا كوبلا هذيك شحال كوبلا 400 درهم الاخوان كما سمعت اللهم بارك وبالنسبه للكياس هاد الاخرين اللي معاهم هنا هاد الكانار الكياس الاخرين هاد الكر هذا النتو ديالو هاي هادي اللي فوق هاد هادي طيب بورتو جايه هادو هادي اللي تنتهي ليها هي يا الذكر ديالها شحال؟ 300 درهم اللهم بارك عليه خويا كما سمعت بالنسبة لك البياسة البيضاء ها؟ 200 درهم الاخوان ها هي اللهم بارك مستخدمة كما قلت لكم كل واحد كي كيبيع حتى السلعة ديالو اللهم بارك عاد السلعة ديالك سوا الثمن طالع الله عارف الله يسر لكم بالنسبة لك شو هذيك ديال الغول ديالك؟ شحال الثمن ديالها؟ 300 درهم 300 درهم ولا بغا نصيبو الله يسر لك الامور اللي خصك شي حاجة راه يتواصل معك عطينا الهاتف ديال 06 97 64 65 63 63 04 الله يسر لك الامور اللي خصك شي حاجه يتواصل معك اودي وبالنسبه للعشاق طفا راه بلا تعلق انتم الاخوان اللهم بارك شوفوا انا معنا في الكاسه ديال البينو اللهم بارك هذا البينو سي حسن توا اللهم انتوا واجد ياك شحال في عمرها هذه هذيك دابا عندها 10 شهور 10 شهور اللهم بارك كما سمعت الاخوان وبالنسبه لهاد الفاس بلونش هادو نتاوي هادو ولا دكورة؟ لا هادو باقيين شنابر هادو باقيين عندهم هادو شنابر ياك؟ 14 لا يكون عندهم ياك بالنسبه للثمن ديالهم؟ هادو 400 درهم بياسة؟ اللهم بارك بالنسبه لهاد الدكير هذا بان لي هايج ياك؟ اي هذاك واجد هذاك واجد اللهم بالنسبه للثمن ديالو؟ 300 درهم 300 درهم اللهم بارك انتم الاخوان كما سمعت الثمن ديال الدكير راه هايج اللي خصو راه يتواصلوا معاه الخاص وبالنسبه لهاد البياسه ديال الفيشر ذكر ولا انتوا؟ هذاك مدريسي هذاك ذكر مدريسي يعني بالي دخل لهاد لاكاج هو يتصوبج نعم ودخل لاكاج هو يتخلع ولا مصوبج؟ لا مدريسي اللهم بارك عليكم بالنسبه للثمن ديالو شحال؟ 300 الله يسر لكم الامور انتم الاخوات كما شفتوا مولف يا سي دابا مولف دابا هم يدخل لاكاش ودابا راه طير لك ابو مدريسي هكا ضربوا لك هكا الله يسر لك الامور هاد السي حسن وبالنسبة هنا عندك بالنسبة هنا الفطيري شحال كاين الثمن هنا؟ كاين العادي من 30 درهم من 30 درهم 50 درهم 50 درهم انتم الاخوان كما كتشوفوا جميع الافارات هنا كاين الرينبو حتى هو الرينبو الالبينو والكريمينو فول بادي في كاسه ديال الهوغو ياك انا هو قلت كاسه ديال الهوغو شحال الهوغو كاين 150 حتى 250 150 حتى 250 انتم الاخوان في كاسه مقاومتين هنا اللهم بارك
نتوما بياسات كما قال لكم راه من 30 درهم عادي. اللهم بارك لك حتى شي حاجه راه يتواصل مع السي عسان الله يستر لك الامور. بالنسبه للهاتف ديالك السي عسان هنا هو التليفون ديالك 06 91 06 44 94 الله يسر لك الامور. مرحبا.